السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا صبحتوا بخير والعافية. اليوم راح نتكلموا على نبتة رائعة 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 جدا، يعني أنا نبغيها بزاف 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 وما كاش منها بزاف. يعني هذه النبتة هذه أنا درت التجارب بزاف باش نجحت لي، يعني جبتها جابوها لي وحدة ذا ما كان نبتة وحدة ودرت منها اللي صدقت لي منها، يعني ما شاء الله وناجحة 100%. يعني تكاثر منها، يعني أنا كنت خايفة منها، قلت ما تجاريش ولا ما يعني تموت. ما هذه تشبه شجرة الصنوبر، يعيطوا لها شبه الصنوبر، يعني شجرة يعني يلي تشبه الصنوبر سموها هكاك. وأنا ماذا بيا لي يعرفها يقول لي. أنا نحوس على نباتات اسم شعبي موش علمي، نحوس أنا اسم علمي استغفر الله اسم شعبي باش يعني نكمل كتابي دي اسم شعبي، يعني ندير عليه أسماء شعبية لنباتات. بسم الله على بركة الله. دوك نوريكم كيفاش الأخ يعني نبتة، إن شاء الله تكون عندكم كما هذه، واللي ما عندوش إلا شراء واحدة كما هذه باش يعرف كيفاش يكثر منها، لخاطرش قليلة وما همش يجيبوها بزاف، يعني كي يجيبوها ما همش يجيبوها بزاف. حنا كما هذه هكذا شوفوا كيف راهي دايرة، يعني هنا حتولي شجرة منين نقصوها من هكا ونغرسوها. هي تمشي صار لها كي توتا، يعني تبقى قاعدة تمشي معك. وانا كنت جايبة غير هكا، هاي رجعت شوف. واللي يحب يدير فيه هكا كبير ما كاش مشكل، يعني يبغى يدير هكا. انا راني هنا مدا تربة باش ننقل فيها، قلت ندير لكم فيديو فيه واحد صغير، يعني تحبوا ديروا هكذا كي تكاثر تبداو تنقلوا معليش ما كاش مشكل. انا نبغي نوري لكم انا نبغي نخدم معكم في هكا صغار. ودوكا كيفاش كيما هذه هاي دارت العروق، ها شوف كي تطيح تعاود من كاين بزاف كيشوفها يبدا ينقي في البوت تاعو ويرميها. الا انا خليتها ونشوف، قلت نشوف هاي دارت العروق. اما الري تاعها ما تبغيش الماء بزاف، يعني احنا نقولوا زوج مرات في السمانه يكفي تشرب بزاف عليها ما نكثروش. وهذه نبته صيفيه وشتويه ثاني. انا قلت لكم بلي راح نتكلم مع كل نبته اللي نديرها لكم راح تكون يعني تمشي في الشتاء وكيفاش يكثر منها. اما الاعتناء انتظروا فيديو واحد اخر ان شاء الله ونوريكم كيفاش نعتنوا بها. ها شوف ما تخلو كي تشوفوا التربه بدات تيبس باش تشربوها كيما هذه اللي تشوفوها ما شاء الله تعمر كاع هذا. وتحبوا ديروا منها اكثر ديروا، يعني انا نهضر على محبين النباتات واللي باغيين يحلوا المشتاة، يعني ما يحلينها وما يعرفوش كيفاش يديروا، يعني ديروا تجارب تقدروا تشوفوا الفيديوهات وديروا كما ندير انايا وما تخافوش ان شاء الله راح تنجح لكم 100%. يعني تجربه درتها هذه سيت في شحال من نبته، كاين اللي نجحوا كاين اللي ما نجحوليش، زعما مازال نعاود نشوف تجربه واحده اخرى وندير لكم كيفاش اكثر من نبتات بعد اللي راهم يجيبوهم منا من الخارج هذوك. يعني كي يلحقوا هنا الجزائر الجو تاعهم يتبدل عليهم، تبدل عليهم تربه، تبدل عليهم الهواء، كل شيء برغف يموتوا ما يشدوناش ويموتوا. انا ان شاء الله ندير تجربه عليهم ونوريكم كيفاش باش نولوا نخدموهم هنا في البلاد، يعني باش نشرو حنا نديرو تكاثر هنايا ونقدروا نبيعوهم بلا ما نشرو، يعني من عندنا لعندنا، يعني حنا نصنعوهم وحنا نبيعوهم. وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو تكونوا فهمتوا، وما تنساوش تقولوا لي يعرف اسم الشعبي واحد اخر، يعني كاين بزاف من منطقه يختلف اسم قولوا لي وانا باش نكتبو عندي. وما تنساوش اشتراك في قناتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.